عسلامة الناس الكل، نهاركم أسعد الأيام. وقصتنا متاعنا اليوم باش تكون ملوخية تونسية، طريقة سهلة برشا، وإن شاء الله اللي ما جربهاش يجرب الطريقة هذه وتنجح معاه بقدرة ربي. دونك خذيت هوني اللحم متاعي، هوني اللحم البقري، غسلته الكل وحطيته. دونك بالنسبة للفحات متاعي، أهم حاجة قبل كل شيء نفوح اللحم متاعي. عندي هوني صفحة نوريكم، عندي هوني الهروس، عندي هوني التبلو كروية، شوية ملح مش برشا باش ما تجينيش مالحة، فلفل أكحل، زوز أنواع من الفلفل دونك الحار والمتوسط، وكركم. دونك باش نحط هوني وباش نزيد بالطبيعة الثوم. دونك حطيت هوني الثوم نتاعي، معناها ندخل الفلفل، معناها الفحات الكل في اللحم نتاعي. بالطبيعه اللحم كيف ما تحبوا نتوما، دونك تنجموا الكونتيتي اللي تحبوا عليها. انا اليوم بالبقري باش نعملها، ونمشيو توا نخليه بالطبيعه في الفحم نتاعو، نجموا نعملوه قبل بالنهار. نمشيو توا نقليو الملوخيه. دونك هوني باش ناخذ تقريبا 150 غرام ملوخيه، بسم الله حطيناها. باش نحط هوني الزيت، اهم حاجه نقليو في البارد، عليهم زوز كيسه، عليهم 200 مليلتر زيت زيتونه، بنة الملوخيه بزيت زيتونه، انا يعني نحط خاطر بالعين وكهو. دونك اهم حاجه توا لازم في البارد كل شيء، 150 غرام ملوخيه، 200 مليلتر زيت. دونك حلينا الغاز نتاعنا توا باش نبداو نقليو. بالطبيعه لازم يكون بحضينا الماء سخون. دونك توا نبداو، بدينا نقليو، الماء هوني سخون باش ناخذ هوني بالمغرف. بسم الله، ونزيد زادا كيف كيف حتى لين تتحل. بسم الله. دونك شفتو هوني، توا باش نضيفو كمية الماء الكل. بسم الله، ودوبالنا سخون، نزيدو الماء. دونك هاي الملوخية متاعنا، أنا زدت حطيت كما شفتو الماء إترا وشوية، دونك إترا وربع تقريبا ماء، نحطو مرة واحدة الماء ما نزيدوش. توا نبداو بطبيعة الحال نخليوها، ها هوني تشوفو لا كعبرت لا حد شيء. دونك نخليوها توا هوني لين تبدا معناها الطيب، وتو تشوفو شو مش نعمل. كما هوني توا بديت كما معناها المرحلة هيك بديت تغلى والكل. دونك عندي هوني، دونك باش نحط هذايا الفلفل هذايا الشايح، اكيد راه كل واحد وطريقته. عندي الرند، عندي هوني زوز ثوم، عندي هوني مغرفه صغيره طماطم. وباش نمشي بطبيعه الحال ناخذ كيما نقولوا احنا اللحم نتاعي، بسم الله اللي فوحناه. دونك اللحم كيما قلت اللي فوحناه هذيك، وتوا خليوها توا سويعتين دوا تجينا ملوخيه بنينه. ان شاء الله نوريه لكم كيف تطيب، ونوريكم ان شاء الله كيف تبدا تقر الزيت نتاعها. دونك هذه هي انا طريقتي، ناجحه برشا الحقيقه وبنينه. وانتم زادة اكيد كل واحد وطريقته من الاطباق اللي بنينه برشا ملوخيه تونسيه. اليوم حبيت نعملها باللحم البقري. فوالا، دونك نوريكم زادة المرحله الثانيه نتاع الملوخيه. ها هي الملوخيه نتاعنا، الريحه ما شاء الله. دونك نستناو توا باش تقر زيتها وتطيب، ونقدمها ان شاء الله ونوريها لكم. هذه الملوخيه نتاعنا جاهزه كيما تشوفوا. دونك توا تفكت عليها باش نقدمها توا تشوفوها. انا الحقيقه خذيت ساعتين ونص معايا، نار متوسطه مش نار قويه. دونك وهذه هي الريزلتا، هوني الملوخيه التونسيه نتاعنا اليوم. ان شاء الله نكون معناها تكون وصفه واضحه. تنساوش تجربوها وتخليو لي التعليقات، وكان فما اي سؤال اهلا وسهلا ومرحبا بكم. كملنا توا، حطينا شويه زيتون، هذه ملحتو معاكم. هذه هي الملوخيه نتاعنا ما شاء الله، وهذا هو الفلفل برعبي. دونك اللي ملحتو زادا معاكم، شوفوا معناها وصفه ناجحه على الاخر. دونك قدمتهم هوني مع الملوخيه نتاعي، دونك حاجه ياسر بنينه وياسر دونك مشتهيه الحقيقه. انا دونك صغيرات يحبوها برشا. هذا اللحم حبيت نوريه لكم، دونك هاكا يعني طيب ما شاء الله. دونك ان شاء الله انتم تجربوا زادا الغوسيت، وان شاء الله نكون زادا سهلت عليكم، سيرتو اللي عمرهم ما جربوا الملوخيه. نقولكم يلا ما تنساوش تجربوها، وتخليوا لي زادا لي كومونتير. شهيه طيبه لكم الكل، ونهاركم اسعد الايام. بسم الله.